خلونا نروح لمتحف الخالدين اللي زميلتنا جرمين إبراهيم عملت فيه جولة خاصة جدا لبرنامج صباح الخير في متحف رموز الفن، متحف الخالدين اللي موجود فيه هناك مقتنيات فنان الشعب سيد درويش زي يعني النوتة الخاصة به والعود. يعني جولة خاصة جدا بكل تأكيد، جولة احتفاء واحتفالا بمجدد الموسيقى العظيم سيد درويش. بالتزامن مع احتفالات مئوية فنان الشعب سيد درويش، حبينا نحتفل بيه في المتحف اللي موجودين فيه دلوقتي، واللي بيحتوي على مجموعة من المقتنيات اللي بتخص الفنان سيد درويش. جولتنا النهاردة من داخل متحف رموز ورواد الفن المصري، والموجود في مقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. برغم ان السيد درويش ما كانش محب للاقتناء، لكن إدارة المتحف قدرت انها تحصل على عدد من المتعلقات الخاصة بيه عشان تبقى شاهدة على إبداع فنان كان محب للحياة برغم عمره القصير. من أبرز المتعلقات الموجودة بالمتحف هي عود سيد درويش، واللي كان مصاحب ليه في كل مكان ومناسبة، وخرج منه روائع الألحان اللي منها بلادي بلادي، قوم يا مصري، وزوروني كل سنة مرة، وغيرها من الإبداعات. كمان موجود بالمتحف عصا سيد درويش المصنوعة من الأبانوس، ده غير طربوش وثلاث ميداليات باسمه ومجموعة من النوتات الموسيقية. كمان هتلاقي عقد زواجه من جليلة، واللي بيرجع تاريخه لمايو 1919، واللي أنجب منها ولدين هم حسن ويحيى. ولو تجولت في القاعة الرئيسية للمتحف هتلاقي مجسم لمسرح سيد درويش، واللي تم إنشاؤه سنة 1921 بطريق الحرية في اسكندرية عشان يكون مشابه لأوبرا باريس، ومثلت فيه عدد من الفرق المسرحية المصرية والعالمية، ده غير أنه تقدمت عليه عدد كبير من العروض الفنية. يعتبر المتحف بمقتنياته فرصة عشان نعرف الأجيال الجديدة بفنان الشعب، واللي غير تاريخ الفن بأعماله اللي هتفضل عايشة لسنين قدام. جرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. يعني رحمة الله على فنان الشعب، الفنان اللي قدر بأعماله إن هو يحفرها في أذهان وذاكرة كل المصريين، وتقدر ليها كمان تنتقل من جيل لجيل.